أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى إلا يقدر أن بلغنا رمضان، أنني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفرد الفضل ربي سبحانه وتعالى إلى ربي مش أكرم يا أخي المسلم يفقش فأدركت عبادة. كم من أناس يقرب لك سنتن عشرتن زومن معانا رمضان العام الماضي، ربي قدر تكون في هذه اللحظات في عداد الموتى، ربما البعض ربي لي قدر زومن معانا خمس أيام تم زورت مع عشرة تم زورت فرحلوا، القائمة مفتوحة وما ذلك على الله بعزيز. يعاد ابن آدم لابد هذه الشعر هذه الشعر طبعا أول الخير يحمد ربي يطلب صلى الله عليه وسلم لأتي وفق للمزيد مع القبول. نجتنا غشي يوم القيامة لا متعلقة بشيئين اثنين، الحاج تم زواج عند طبق نوالي اللي يورانا ربي سي سبحانه وتعالى بداية من الفرائض والأركان ثم باقي الأوامر. القضية والتقديم والتقديدة المقابل للفرائض الأوامر إلا يقشر قرنس النواهي، خطر شريعة توبنا افعل لا تفعل أوامر ونواهي، فلابد أن تحرص على هذا الأمر. بعد ومنك لك إذا محاسب يا أخي لك إذا مكلف بالأوامر والنواهي ما يسمى بالأحكام، بعد ومنك لك إذا محاسب يقل حساب لن دقيق. قال تعالى ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكان ولي ولي نتندق أديب ربما قصيدة شعرية أنني كما يقول الأدباء نزع به الخيال السيولة ولي ولي السجود أنا تقوم فلا الحالت. وكيف وأن هذا الوصف مع هذا الأمر إلا صدر من رب العزة، ربي لا يقرموني دوام ربي سبحانه وتعالى شي نغرمض في عقيدة التوحيد مع عقيدة العزابة وسيلة يشك في حرف واحد من القرآن قال أول الفايو ما هو الواو والتنزل مع وليته والصريفة والتمنى بلي هذه الفا نزلت في هذه الآية قد أشرك أخليك من اللي يرود يقل حكم أمني واضح. إذن ووجدوا ما عملوا حاضرا أو ليتوا لا تنزلوا بردا وسلاما على الصالحين
وسيلة يقدر بي ليتعفر ربما إلا من جنود الخفاء مدنو لتفقا سوالي لا يخدم من الخير إما أنت لا يخفى عمله الصالح ولا قسم مدن طلع عن غفص أما مدن حقر أنت أنت دوض حير يقدر بي مستقيم يخدم الخير وصلنا على الحساب وني بتل لمخرس ننتي دت طبعا ولا شرى ولا داعي ووجدوا ما عملوا حاضرا إذن هذه بشارة للطائعين والمخلصين اللهم اجعلنا منهم كذلك فيه تحذير للعصاة الفسقة هذه كرمي قن دهليس يكتل غابت ربما تظهر يقن الخارج ما يقن تل الجرائس بدوات عم يسولني المعاس هذه أول بلسو اللي خزت الأدحد تلقس غفل عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت المهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لكن واحد تشوال قال لك يا واحد ربي لا معكش الملائكة إلا تكلفن سرقبتش إلا نمعش العيين أخذ من السنة هو تسجيل أعمالك أين لن الخير ملك اليمين لموكل بكتابته أين لن المعاصي للانحراف الملك الموكل بكتابة السيئات لا يقيد هذا والمسألة لا تنتهي هنا طبعا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فصل هذه المشكلة الكبرى ما لا يمسلم إلا يخسر النجاة زمنا أدي لي أدي وطا معاون القاضي تهدى وحدي أدي سنما لا يزوى بالتالي قنزد والسنس محدودين يوم الدنيتو أنا قد عنا ولدي دقل يا كل يوم مرة فهو خطوة تسير إلى القبر إلى الدار الأبدية كل هذه الأمور تدفع الإنسان إلى أن يحاسب نفسه يتر البلس سلجهة الطاعات الموضوع المخفي هذه الليلة طبعا ما له علاقة بالمعاصي اعتمادنا على قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومن عنوان الدرس اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عند دليل عند المطلوب وخاصة ونحن معشر الإباضية يولوا يا تولنا يا في رمضان العام الماضي السيسي والفيداني في هذا المسجد العامل في إحدى ليالي رمضان حول قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني بعد ما ديت الله لعل يحقر الذنوب قلبي دعوة لا ينتقص الشهادة ولا بد يزرع ربي انت ولا يتزلي مما توجب غفص الزكاة ولي تزكي مما يوجب غفص الحيج ولي حج ولي وصي وغيرها من هذه الأمور متى وهو مصير مضيع خطر الذنوب إما تركه واجب أن لا يفرض ربي غفش أما غطوضي الديوان لا يحرم ربي سواء تركت واجبا ولم تتب منه أو انتهكت محرما ولم تتب منه ومت على ذلك أين لن نعتقده وهو الحق بإذن الله تعالى إنه يوافق صريح القرآن وصحيح السنة الثابتة وأؤكد على هذه النقطة صحيح السنة الثابتة الموافقة لصريح القرآن من مات على كبيرة واحدة ولم يتب فهو خالد مخلد في النار وهذا لعموم قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ماذا لم ارضموني إذن لابد أن نفقها معناه بعض المسائل المتعلقة بالذنوب شلت الله ربي إلا واسع الرحمة الرحمة استوسعت وسيلي ولا يقل السجن مهما سواء كان ملك مقرب أما نبي مرسل هذا إصلاح رحمة ربي في العباد وإنما من أراد أن ينال رحمة الله فقد اشترط الله لنيلي باش كتنالد التويد والخير هنالك ضوابط وقواعد ها وضعت في هذا الطريق إلا تملد
أقدس دي كن أدي كنت متى هو نيل رضا الله قعتني لمريت النق أنا قاعد وصل التعافى عبر الخير قال بتا نيت شبتا نقصد شبتا كذا قال ماذا بيا أدنى رحمة ربي تكون سبيد الجنة ميد الجنة أي يحفظ ربي بعد جهنم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أندوني ذربح نتيت فوز الحقيقي هذا هو وعليه لابد أن نفقه هذه المسائل الكبيرة في اللغة ناس أن نفتح القاموس بتلم عن الكبيرة من كبرة نقيض صغرة هذا كبير هذا صغير توني مفهومة أدي قيمة إلا أنني همشي قاع وجار الكبيرة بالمفهوم الشرعي الاصطلاحي الكبيرة شرعا مش إلا أن العلماء ده هي كل ما حرمه الله تعالى ونهى عنه في كتابه أو على لسان رسوله وغالبا ما يقترن النهي عن الكبائر بالعقوبة في الدنيا وبالعذاب في الآخرة أو يوصف مقترفها باللعن والكفر والبراءة بالتدمعنا نولن تكبير قاعن اللي يحرم ربي سبحانه وتعالى حرمت إنهايا نغفس في القرآن أما على لسان رسوله تقول لابد نفهم المصدر الأول للتشريع الإسلامي عند القرآن بعد السنة الصحيحة الثابتة لما بعض الضماء أسئلة من جهلة أدين غموني وسيولي فقه سر التشريع قال أودي لك ترتكب قال إيش رأي الله بحرم قال صاحب بيدك تليت قرم تحرمه ونحشته ولتوثك القرآن بس حرصه ولا شو تقول يقصي الحديث والعياذ بالله وسيلة النووي قد من قال منكر سنة مشرك قد كفر كفر شرك وقع في الكفر والعياذ بالله مشان تقول لا تنرت البنا طبعا قضية أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة وغير ذلك هذا شأن العلماء المختصين اتنين تغرب أشتي أخي أيها العامي البسيط التي ليس لديك معناه اطلاع ولست من أهل الاختصاص في الشريعة لتفتي الدين ربي لا إذن قاعني اللي نهاية نغفص ربي سبحانه وتعالى أمغ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى غالبا هذه الكبيرة ربي من إنها غفص أمغ الرسول صلى الله عليه وسلم من إنها غفص تعالى مقرونة اتزد مع سجن العقوبة في الدنيا لمن فعل هذه الكبيرة أمغ العذاب في الآخرة والعياذ بالله أما غادي توصف وسيلة يغضاديس باللعن هذه تولعن أولئك ينعلهم الله وينعلهم اللعين مثلا أما بالكفر من فعل كذا فقد كفر وفأولئك مع الكافرين أما البراءة معناه إلا في براءة المسلمين من غشنا فليس منا المثل ومني كبيرة الإفساد في الأرض يعيث في الأرض فسادا حرقا ونهبا وسلبا وغير ذلك والعياذ بالله أما قطع الطرقات أذكر ما يريد أن يهجم في ميد الناس بريال نسان والعياذ بالله كما نرى ونسمع في بعض الأحيان هذه من الكبائر يرديس لعقوبة الدنيت كم من دخ لعقوبة الآخرت الدليل هو قوله تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا شيء العقوبة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذن الإفساد في الأرض وقطع الطرق على الناس وتخويفهم من الكبائر مثلا ومني من الزكاة التالي لن أنني مما علم من الدين بالضرورة أطلب أشكر باش يقبل بدأ يهزر الثاني لن ظهر اتفهمت تحرصد غفص الزار تحرصد على سماع هذه الدروس التي تعينك على تأدية الواجبات وترك المنهيات أن تستسن الدين أنضموني ثم تمر
لباقي الأمور. إذن أين معنى يزمت السن لك عن السن؟ وإنما ربما البعض لنغفل ها أن هذه الزكاة لواجبة في حق معنى في مال الغني إذا ما بلغ النصاب وضار عليه الحول توني ديك شيء لان معلوم الديك قيم وسيل لأنكر الزكاة ولم يخرجها والعيذ بالله ومات عن غير توبة ربي لو شمغها الوعيد. والذين يكنزون الذهب والفضة وبالمناسبة والتي زنان شين غرنا بمذهبنا مذهب الإباضية لا الزكاة واجبة في حلي المرأة ورغمي لتقنت إلى عرس وتسكرت مغذان اللان إذا بلغ النصاب وضار عليه الحول أتسوف الحق من ربي السيسان سنتهن ورجاز إلا غاني له أموال. ولا نتأثر بما نسمع في بعض القنوات بموع فتوى مذاهب أخرى لا يجيبون هذا شما الأدلة لثبت في هذا الموضوع. إذن يجب أن نحرص على إخراج زكاة الذهب خاصة نتمطط ورغمي تتقنت إلا توجب ليس الزكاة يلزم أدي فقل حق ربي وإلا طبعا الوعيد إلا شديد في هذا الأمر. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شيء ربي أوجد أعد لمانعي الزكاة هذا العذاب في الآخرة. ساعة تكبرت يرد في حق فاعلها اللعن هذه تولعن واللعن والعياذ بالله معنى الدعاء بالطرد من رحمة الله سمنه التمعيلي تيونعن فتقعد توبريد العن وسيلة يستحق اللعن خطر متى تلعن وسيلة يستحق اللعن اللعن تنيت لتدول غفش والعياذ بالله. المثال ومني أصدرتني مسلما في طرقاتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم معنى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلعن وسيلة يصدرتني مسلما يبريد نسل قال نحفظ بلي أن الطريق حق ومشاع معنى مدن قاعدين في الانتفاع بمنافع الطريق سواء دي قنوغارة مثلا ما دي سلسلة مثلا أما يقن الردم أمهم ولكن هذا الانتفاع محدود ويضبع الردم لي مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا أما أكرمكم الله ضبع كتل جفت أما أكرمكم الله يقن الزبل لا يا أخي ويصير يصدروا تيم سلما هذه سنة لقت الحق اللي عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مثال مني ويدرسي الله لا يتقيد بقواعد بقوانين المرور وبالمناسبة في تاريخ القوزة أو موجهة بالخصوص إلى شبابنا يا أخي بالتربي كرماش شكت الموتو معناه دراجة نارية من الطراز الرفيع تحمل ضربي أتيني سبحان الذي سخر لنا هذا ربي ينغموني تسبح تسبح تحمد ربي تنزه ربي اللي يسخر جون او الوسيلته تستنفع السيس قريت صالحك وتبدي تزور السيس مسلما اما بعدم التقيد بقوانين المرور باش دي دوبلا يعني اليمين مع الشمال كيف ربما دي استخدام يدنا دي وتحد سرعه جنونيه مني ربما دي الوحده مجوج نجط صارت خاصه ربما الصيف ما هو للتجرس ما يدلنا نتصن الا طال حافظ أمني ثم تصل عيش بتحال ربما أبريد فارغ لا داير كراعه في الطريق وكأنه دا إلا واحد استمدنت لا أنه كنت ربي هكذا ربطة ونسحي ربي معنى أكون دي سحسها في شيء قن تسخلعت موتصدرتت ها اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وكما قال صلى الله عليه وسلم يعدتم المناسبة بندم هذه احنا ربي ير البلس طبعا انتم نغد دنيت ونخلعوا غلبتت تريد في تلك تلك الدراجة النارية تلك السرعة الفائقة مثلا هغد دنيت برك يسخن دنيت يا أخي لا تختر والمثل العام يقول الدنيا قش واللي ينتفخ يتفش
ولا بالتوليف الشان الدنيا تدي في الشانيلس ينتفخ ثم يتحول كذا عاد لما يتفطمر تحمد ربي سن نعمتي لو شاست ربي ويحذر من إضرار الناس خطر لشك تنصبت في المعاصي مثل ما يسمى بمظالم العباد وهي من أكبر الكبائر ربما كان نستهين بهذا الأمر هذه الزالة هذه زومة هذه حجاج عن قرآن عمر تمجيدة كلها أمور ما شاء الله بس العلاقة مع العباد هل كان باب المحرم والعياذ بالله ويدعي ويزعم أنه مسلم لا المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده وعليه نفهم الكلمة إذاية المسلمين في طرقاتهم تلم الكبائر وورد في حق فاعلها اللعن مش كل جنسجنا هذه حسب منس كذلك ربما يرد في فاعلها في حق فاعلها الحكم بالكفر مثل إتيان الكهان وتصديقهم طبعا هذه توبلة بمس من الجن اما بسحر اما من وسوسة ما ظن الا انا اقصد مد نظهر الا رقا تسمعون ربي ايات القران رقية شرعية مشروعة وجائزة لا هذه زواء لمشعوذين اما مشعوذة يقولوا جزان على غيره ها لا تدعي طبعا ربما الاتصال بالجن ربما اتصل بالشياطين ها المهم اللي تعالج بالطرق الشرعية إلا موافقة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع ويصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتالي ندنا دني من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله يزواياس قال لي ولك يا خسر كذا وكذا وقال لك تسحرهم وكذا إلى كذا قال لي يتفشي خصم عشان تعبر ودي خضر بالتالي غيره ها أولا يوقع كذا وكذا وعاد وغالبا لن يشعلون نار الفتنة معناتها تشاو معناها لك توسحر منك مغلوقة الشمت كذا وكذا تيوم ديك تنطط مثلا تقزول تشطر ما نعرفهاش إلى غيره كذا إي وقيلا دخلت النم وبت النم وكذا لا عاد انتهى من العيد بالله يمن وسيوضع في هذا الأمر فقد كفر بما أنزل على محمد وما هو هذا الشيء الذي أنزل على محمد أيوة القرآن الكريم والعياذ بالله يعد إذا إتيان الكهان إلى من الكبائر عبرته بالعلاج قال تنططني ثلاث سراحة العبرة الطريقة التي اتبعتها في العلاج المثال ومني أن يكون حد إلا يكتسب المال من الحلال ضوضيبني اللي يكتسبه من الحرام ولدني اللي يكسب المال من الحرام هذا يكسب هذا يبنى هذا يسخل الكرارس مثلا تيحون هذا يقلب الملايين ظلم العير والبلايين صح إلا الفرق جاروني يكسب المال الحلال دوني اللي يكسب المال الحرام توني قاع معروفة مفهومة تخل مثلا مني كذلك وني لاني راح بالطريقة الشرعية وانا من أدي راح بطريقة غير شرعية طبعا وستسمي شفاء خاطر شفاء مزيف كالذي طبعا كالعطشان كلما شرب من من الماء البحر كلما زاد معنا عطشا ليفود ليسوم البحر كلما دي سوجار كلما دي فادوجار نوسي ليكسب الحرام إلا موني وسي ليتعالج عن طريق المشعوذين والمشعوذات إلا سيصار موني ولذلك أديني عبد الله بن عباس جملة رجعوني والنو هذه التعريفات الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو عذاب وقد جمع الله هذا الوعيد كله في كبيرة قتل النفس المؤمنة وهي للأسف لشق الوعيد إلا نمسل من في هذا الزمان استهانوا به واحتقروه وجعلوه وراءهم ظهرية مثل قتل النفس المؤمنة لدعوى الجهاد في سبيل الله لإقامة دولة مسلمة يضع السيارة مفخخة التوي عيطة من الناس نش ليجاهد في سبيل الله بهذه الطريقة سمراني مسلمنا هي بلا يتشربي روح حرب وديان بالعكس لن يسعون ويفكرون في التطبيع مع اليهود للأسف ربما يعلنون الحرب على أنفسهم بأسهم بينهم شديد وهذه فتنة
ربي بتديني ديواني لا يوسي الله ينغو يمسلم متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وحدة، وغضب الله عليه اثنين، ولعنه ثلاثة، وأعد له عذابا عظيما والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الكبائر تلا غرس عدة تسميات كلها تلا تدل على شيء واحد عنده فرص وبريد طاعت ضوضة في المعصية، وهي الفواحش، المحرمات، الخبائث، الآثام، المعاصي، الخطايا الموبقات. توني فيما يتعلق بتعريف الكبائر إن شاء الله لك أن فهمت. أدنى الثمار إلى الصغائر تبرس أنت تزداد لمم بتن العلماء في هذا الموضوع. الصغائر هي ما قل فيها الإثم وخف الضرر ولم يرد في حق فاعلها وعيد، وهي مغفورة لصاحبها إذا توفرت فيه شروط ثلاثة. الصغائر ديك النشرة هي من المعاصي ومن المنهيات. ها مثلا من تخزر دي تخزر ديك نحت سوج نطط تنظر إليه نظرة احتقار مثلا. الإثم إلا قليل، الضررس قليل، معنى إثمه أقل من الكبيرة، ولم يرد في حق فاعلها وعيد، لا عقوبة في الدنيا ولا عذاب في الآخرة ولا لعن ولا حكم بالكفر ولا البراءة، بصح بالأقل هي مغفورة لصاحبها إذا توفرت فيه ثلاث شروط. بالتوفرنا الشروط الثلاثة طبعا لا تتحول إلى كبيرة. شرط مزورد بتا عدم الإصرار عليها والحقر هذه الصغيرة. بتا تحقرت تبدي دي مرة تعودت واللي تبيد المشفش كأتوبت، هذا الإصرار يحولها إلى كبيرة. قاع نحفظ قطرة مع قطرة جيب سيل، قاع الواد سواني قوم الله يضعف أسقص الله يدور رب دير خفراني لن يزرط يا وانظر ينفع. طبعا قطرات من الماء بعدهم مني يفعل الله ما يشاء. كذلك هذه الصغائر أدم لقلت بسبب الإصرار تتحول إلى كبيرة. ولذلك يقول عبد الله بن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. بالتدل أنا ومولي بندري إذا وقع في كبيرة 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 يسمى ذلك فلا سميته برب سبحانه وتعالى إن شاء الله دي عاد عدة كبائر يوضع دي سنت. فعاد إلى الله عودة صادقة وتاب إلى الله توبة نصوح، يستغل أمثال هذه المواسم الفاضلة خطر غير أزمنة فاضلة وأمكنة فاضلة. أمكنة الفاضلة مثل بيت المعنى البقاء المقدسة اللي يستغل فرص ديني. الأزمنة الفاضلة مثل هذا الشهر المبارك لك أنا دي فرصة ذهبية ربما يا أخي لا تعوض هيك تملد بلي داد زمد منه ولد رمضانات كعلا كانت تمل أموني بس حد عشر نغض ضامن بلا بنصبح عشان إن شاء الله نصب ربما تشرق الشمس الغد ونحن في عداد الموتى ولي قال يقول لش سيس بتين أموني قال يكفر يفايس وبرين جلع يعاد يا أخي استغل ولك الساعة التي أنت فيها ساعة ديك تدرديس تحكم دي من تصغليت نفهمتني الدنيت مثلا نوسن مثلا العواشر مثلا التجار بادي بقصر يوفق ان شاء الله الى غيره، ولكن شرط يوفق ذلك تسنقين في رمضان للطاعات وتكوني على حساب الطاعات فرصة ذهبية كاع ولا وسيلة تعفر بالحلال ربطي عون لا يتسلع لا يترتب لا كذا لا يتشي طوطة لا يسن فرصة ذهبية كاش ما يربح هي ما أمون يزيتس من الرزق إلا ما قد كتب له ما أمون فربما بعض الوسيلة يتعب جر المعقول صدنا ود الاخرت اتفد البعض وكانه لا يضمن الجنة وكانه لا يضمن الجنة وكانه لا يكنعيا سوى الرزل انت وليش ينزاب لنا انت وقبل لنا يقضى عمه اخليك ان لنا المستقبل. المؤمن لا يترك هذه الفرص الذهبية تمر عليه مر الكرام يستغلها. شهدني
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ابن المتع أصر على الصغيرة لا يعطى لهذه الصغيرة التي أصر عليها حكم الصغيرة، بل يتحول حكمها إلى كبيرة. معنى لا صغيرة، لا حكم على الصغيرة بأنها صغيرة إذا كان في إصرار، هذه عليها كبيرة. مش بميت له هي البلس الشرط فيت سن. وهذه نعمة من الله، أني الحمد لله ربي الله رحيم كريم. تخيلت كان ربي معنا يسلحنا باب التوبة اللي داري يخلص غرت طلبت السماح لك الدني راهي لازقة لازقة تخلص عليها. هاو دي ربي توبة، الله يسهل عليك. من وان من عام لا تحد. الحمد لله أنيني ربي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سورة النساء وسورة النجم داني ليس ولا نغ عن الطائعين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. داني رب سبحانه وتعالى لو شمك تلي بشارت بتتخسر رب سبحانه وتعالى إلا طبعا إلا أشي كرم معنا بمغفرة الصغائر طبعا وني لن يتر البلس من الوقوع في الكبائر وني دي قلمش ودزعلك حرصه على عدم الوقوع في الكبائر أسيكون سبب لمغفرة صغائره. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم معنا من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما إلا اللمم. اللمم من العلماء ذني ما صغر من الذنوب، هذه نعمة من الله. حتى باش بلاد ما توفق ربي معناه هذه كم نفسي تسمي الوقوع في الكبائر دليل بلي اللي سجل مجهود الله قوي بذل مجهودا عظيما. ربي لا يقدر هذا الأمر بماذا؟ بأن يغفر لهذا المجتهد في اجتناب الكبائر صغائره. كذلك الشرط الثالث يتباعها بالأعمال الصالحة، يضاف صغيرة من الصغائر يخدم بعد سكشان الخير ستمحى تلك الصغيرة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل هم إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أنهني في حديث آخر يحمل بشارة عظيمة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بميزور صلوات الخمس بين صلاة وصلاة صدرت منه صغائر، كلما صلى فريضة تلتمحى تلك الصغائر وهكذا إلى أن يموت. كذلك من جمعة إلى جمعة من رمضان إلى رمضان بصح بشرط إذا اجتنبت الكبائر. بصح دانية ولستعمل تحلت يوم ذا نمر إذا ندخل على الصغائر لا كان حفظ لا حيلة مع الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تولهت أطر الإصرار لا ينعقد بالنية سنيت شتى ويدت عبد مصر مغو أتصغد عد في العباد لكي تقرس انتو بغي ربي لكي ولد قلوه تكر ضع سمحتي بس ربي لي تقللت. المثال المؤمن يوسي إلا يهل هلال رمضان ربما صفقت ملقا في الفجور والانحراف والمخدرات وما شابه ذلك. قال لي أنت بتربي قاع ربما وليت تغيد قيدتني الشر إبليسينها عن المنكر. قال خلاص يا أنت بتربي قاع لما لقى إن شاء الله ليلة العيد يا لكي نستأني في المسيرة المسيرة الشيطانية والعياذ بالله. معنى البعض اللي يجمد ملفات صفقاته مع الشيطان طيلة الشهر بس اللي يويل بس اللي بعد رمضان يقول عادة حليمة لعادتها القديمة ونسيخ في ربه وسيغفر وترحم والعياذ بالله. هطر الله يسن إنما الأعمال بالنيات إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله لكن محاسب. لذلك حتى خلاجات هذه النفس وحركاتها وخواطرها لكن محاسب غفص بتد الخير الخير بتد نويد الشر والعياذ بالله عدم التوبة وعدم الاستغفار
نية على الإصرار لكن محاسب يعد من المدى تولاه الربال فيما يتعلق بهذا الأمر. ثم يعني الرسول ذني إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ريت البنو من صغائر الذنوب خاطر لن تأجروا أنت في بنادم أتسواغنت أجروا أنت في بنادم أتسواغنت إصغار دي الزادن ومعظم النار من المستشغر الشرر كل يقنى الدوي صغرنا من ضعفا دي مهزال كذا وكذا قال اجروا يلا كومة ونشعل النار لا تشتعل تعب نار عظيمة بسبب هذه الأغصان الضعيفة والدقيقة والمهشمة. كذلك الصغائر تجتمع على الرجل فتهلكه من توقعه في سخط الله قاعد سوى مني رب سبحانه وتعالى سيلي سورنا عن المتقين المحسنين ما مجعلنا منهم أنيني والذين إذا فعلوا فاحشة أن العلماء والذين إذا فعلوا فاحشة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر حتى كلها معصية سواء الكبائر أما الصغائر كلها معصية قاعد عصان ربي قاعدوا فوق نبري وكلها ذنوب مسجلة على الإنسان سواء كانت كبائر أو صغائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الصح كملت ليت ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون شيء رب سنة الفواحش من الكبائر ظلموا أنفسهم بالصغائر أقدى أنيني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن عدم الإصرار على المعصية من صفات المتقين تخرب الله رحيم ولني والذين لا يفعلون الفواحش التيمس ليس سبحانه وتعالى إلا حكيم إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ما لا إلا مع وسيلة يفكر في المعصية ويقع فيها وهذا العيب وهذا العرض تضرب المعصية. وإنما هنالك ما هو ذنب كما يقول العلماء هناك ما هو ذنب وهناك ما هو أعظم من الذنب أي أن الذنب الذنب بين دا صحيح أن جن من الذنب هو الإصرار على الذنب رحمة ربي توسعت اشتهي الجنة اشتهي جهنم وكان يتدول الغيري مع ربي وكان ولا يقرموني أكن راش تسمح ذلك العبد لا يتشاور في الناس لا يتفكر طبعا معنى لا توجد هنالك حماقة أو طيش مثل هذا الحمق. أنسوا ربي حول العصاة نيني وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم من المفسرين ده هو الذنب العظيم. إذن عدم الإصرار على المعصية بصفة عامة من صفات المتقين والإصرار على المعصية من صفات طبعا الأشقياء ونعوذ بالله إن كنا من هؤلاء. أنني حدني لا يضاف المعصية يخسدي توبة ربي باش كتقبل توبت ما هي هذه التوبة التي يقبلها الله طبعا باش كتقبل ظلطتش لابد لك من شروط وأركان باش كتقبل تقبل ظلمتش لابد من شروط وأركان نفسية يتعلق بالحج حتى هذه التوبة لديس أركان اللي يقل فقه تسمى ناس العلماء فقه التوبة معنى يزمت تسند ما شددت التوبة يا ربي سبحانه وتعالى خطر بالتلاش طبعا تلكيد ربما لا تقبل توبتك هذه على خطر تلكيد تضيب في أما تلكيد خلف ديك الشرط ما يرقل من أركان التوبة قبل مني أدنى السزار إلى حكم التوبة تلك التوبة تلا واجبة تلا توقني ريتش لكن محاسب مطالب شرعا التوبة يا ربي التوبة واجب على من وقع في معصية تضي ذيك المعصية بلا ماشي نحديها هامي خاطر الحلال بين والحرام بين تشكد ديك ان شاء الله سولي نعزمن بصح حتى لك ولا عصير اما التوبة ولا شرب ولا صار ساعة ساعة تضم بهاد العبادات تن تخدم مع اصل الشر تن بصح ربي ولي تتي الملائكة لن تكلف المشاكل اللي عملتش لن تقيدي لن ترد عندني زهن نفسن الشيء من القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شو ماذا بنا كفى بدنيتا حسيبا حسب ماش دنيتا باش كشي يوم القيامة هذه عاد ديك الحساب اللي انا مزهال يسير بعدهم من شنو يلا ربي يلا الى الجنة ان شاء الله اللهم اجعلنا من هؤلاء. اذا التوبة الواجبة هي التوبة الواجبة واجبة على العاصي سواء كانت معصيته ترك لفرض او انتهاكا لمحرم
طالما عصيتي ما الضيعد أن ربي سوجب تغفت أما الطوري ديوين ربي حرم غفت كلها معصية أبدت والتوبة ربي بتني ندني ومن لم يتب فأولئك هم ظالمون خلاص ظلم ذي منك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع والعياذ بالله معناه شنس جهنم والعياذ بالله. التوبة المستحبة إتلا مطلوبة مستحبة وواجبة معنى نسم اللي مسلم الله مطالب في كل وقت بأن يستغفر ويتوب إلى الله خاطر الله لا يود السيس الأخبار ربما ترتكب بعض أمور ربما تكون من صغائر ربما حتى من الكبائر لا يغفل لا يسوى الغيبة كبيرة نميمة كبيرة ولكن لكان استهن بها للأسف إلا في مجلس لا ينقضي العرض من حد يغفل التاء واللي يلبس ها شيء تسجل غفت شيء ما كتستغفرت وبدا ربي ربي لا هذا الإقطاع خاصة ماشي لنا غبدا استغلال الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة في كل وقت كتر من الاستغفار توبدا ربي أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم خطران إلا أعلمه ولا أعلمه ربي كل شيء لا معلوم غفت كتسنت ملأ أكثر من الاستغفار خطر بنادم إلا خلق ضعيفا ربما تسيطر عليه نفسه نوع من سهو مغ من نسيان مغدن الله فمن أنين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بس هذه التوبة ماشي لنا ليس شروط ليس أركان الركن مزوار عند بتا طبعا هو الندم بالقلب لابد بشك ربي الذي قبل ستك توبتك لابد أن تندم لابد من الندم لابد من الندم لابد من الندم الردين الرسول داني الندم توبة ثانيا العزم على عدم العودة إلى المعصية لابد الوقت لك التوبيد التوبيد نيت إتلا جازمة قاطعة باللي لك دو الدقل دي المعصية طبرنا في العلماء كما لا يعود اللبن إلى الضرع والقرش نججني لهذا الزايدي وتنر اللي في نطاط وش نشرط نجها غير معقول هذا لا العقل ولا الواقع لا يقبل هذا المثال هو مني ذا مني فربما لم يعد طريت في المعصية وذ مشكلت وإنما لاحظت لك التوبيد على عداي خطر الله بعد ميد لأن توبا سلسا ونسن سحول سلا يقال وكان يتأس يكتلف فرصة المعصية والله ما راني طالقها والعياذ بالله إن لم يكن بلسان لما قال لسان الحال إن إنه النغفص من الرسول صلى الله عليه وسلم المستغفر باللسان المصر على الذنوب كالمستهزئ بالله وسي لا يستغفر سلسس صحي لا مصر إلا قاعد على المعصية أنه لن يتمسخر سربي هذه مصيبة هذه العيب الله المستغفر باللسان المصر على الذنوب كالمستهزئ بالله الركن الثاني الاستغفار بالقلب واللسان لا بد قلت شيء لا يتندم إلا استغفار يرسل استغفار كذلك قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله طبعا بقلوبهم استغفروا بذنوبهم بألسنتهم لابد من استغفار القلب واللسان صحت العبارة فيضرب الإقلاع من الذنب لابد توبت بعد التوبة بطل قل للذين كفروا إن ينتهوا الشرط إن ينتهوا بطل يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين القانون ربي لا معروف ونظمها أحد العلماء في أبيات إن يستوجب الفتى العفو إذا اعترف يستوجب الفتى العفو إذا اعترف عن سوء ما قد جناه واقترف لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يبتسع فيت خمسة قضاء الفرائض المضيعة ربما والمعصية تضديس ضيع قلت نظلت قلت نظمي قلت نزكى هوني بشك ربي الذي غفر أستغفر أذي قبلته بتسولك في الحالة دي غرت يستغفر ندد بالقلب والعزم على عدم العودة لاستغفار القلب واللسان القلع لابد من قضاء تلك الفرائض سواء كانت صلاة صياما زكاة ولتغي تزكى مثلا لأعوام يفقد يدول غل عقلس يدول غل وبريد
يتوب يا ربي، تجب عليك كفارة مغلظة قياسا. صح بعده مني متى تقدع؟ لا أدي دولي سقسني لن يضيع ليس الزكاة، أدي قوم استعين وسيلة فارسة والميدان ويزال الصياغ قال سقس فلاني مشت كذا وكذا ورغي لا غير يطلع. المهم يجي الاحتياط بات المبلغني زكاة واجبة إلا واجد غرس أتي السفغ غير أحسيس بات إلا إلا نواجد أتي السفغ أين لن يقيم ذات قيد غرس ويضع هذا الأمر في وصيته مش كدس نوالة بعد أسوات يرحل قبل تأتية ما عليه أدنفذا قبل الميراث أتسفغا هذه الزكاة الواجبة. فاجتستا ربما هذه المعصية ظلم متعلق بإنسان فلا بد من المحاللة والتنصل ما يسمى برد المظالم إلى أهلها. قلت انت بيدا سيتليس مغداني الآن ما دك تهجلت مفراد قل حساب ذي بن الصنع أما المعلم تكرت مثلا إلى غيره ما تفقد دول البريد التوبة الصادقة فردوا هذا الشيء المتعلق بحقوق الآخرين. إذن خلاص القول طبعا لكان نتخلق لأداء مهمة عظمى وأمانة كبرى عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أن العلماء ذني أمانة الدين وأمانة التكليف واللي تخلق دي العبث ما تسقط عضون السان والدنيت ما تموت ثم التحول إلى تراب. بالعكس لكيد مكلف وبعد التكليف لكيد محاسب. الشيء من القيمة أتبدد بين يدي إله كريم رحيم ولكنه منتقم جبار. داران في الآخرة إما جنة يدوم نعيمها اللهم اجعلنا من أهلها مغنار يدوم جحيمها وسيتفكت من هذه مع هذه الدارين إلا خالد مخلد. يدفي الجنة إلا خالد مخلد يدفي جهنم خالد مخلد والعياذ بالله. إذن هذه الحقيقة الكبرى لا تستلزم منك أتحسب ديمانك تجتهد في الطاعة معنى أي طريق لا تكتسب منه ولو حسنة واحدة في السيبة أي طريق لا ربما تضيع ديس فتسجل عليك سيئة لكي دكتر البلكسيس كتر من التوبة تسنت لك مع إله كريم رحيم غفور ودود غيس ماشي معنى التجور دمعاس. إذا علم منك الصدقة والنصح في التوبة إلا يعاملك بلطفه ورحمته ووده ورأفته والحمد لله والعامين والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. لك الحمد ربنا إذا عطفت علينا قلوب الآباء صغارا وأصبغت علينا وبل نعمك كبارا. لك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا وعصيناك وما عاجلتنا مرارا. نعوذ بك من أن تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة فتجعلنا بين الخلائق عارا أو أن تقذفنا في نار جهنم فتورثنا ذلة وانكسارا. واجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. أصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.